السلام عليكم مشاهدي اشواق، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا هما دوك الكوب اللي كنتو شفتونا شحال هادي على اشواق، المشكل اللي كان وقع لينا اللي عرفوه بزاف ديال الناس، من هذا المنبر كنوجه لهم الشكر والتحيه وصراحه وكل تقدير، حيت الناس بزاف تعاطفوا معنا، الناس بزاف صراحه اللي وقفوا معنا وقرينا لي كومونتير ديالكم كامله صراحه، شجعتونا عطيتونا امال نتوما وواسيتونا في عز المحنه. داكشي علاش كنتوجهوا لكم بالشكر اولا قبل ما ندخلوا في التفاصيل وفي هادشي اللي جاي. كيف ما عرفتوا القصه ديالتنا انا وسهيله، يعني كانت تعرضت لواحد التحرش من واحد الطرف، واحد يعني ما عرفتش كيفاش غادي نوصفه، المهم الله ياخذ فيهم الحق. دونك لقيته هو اللي ناض باش يضارب معايا، ضربته انايا في ديك الوقيته فاش ضربته كان طاح، جاوا الناس من الناس اللي كانوا شويه قراب جاوا شدوني، هو كان مشهرب دونك انا بقيت مرون، مشيت الغد عليه انا وسهيله درنا واحد ديكلاراسيون بلا راه تعرضت للمضايقات بسلاح ابيض من عند واحد السيد اللي كان مقرقب ماشي في الوعي ديالو. المهم حطينا الشكايه صراحه، دازت واحد تقريبا 3 ايام كنت في الدار حتى جاو الجندارم اعتقلوني داوني انا ما كنتش عارف علاش حتى وصلت، يعني عاد باش تفاجات بان الشخص الاخر يعني داير سيرتيفيكا فيها تقريبا 36 يوم بلا راه تعرض للضرب من جهتي انا، وهددته بالقتل وعنده 12 شاهد واقفين على برا باش يشهدوا. يعني انا كنشوف انا في الوقيته انا اللي كنت ضربت اصلا ما كانش شي واحد، يعني كون غير شويه يعني كان الحظ يحالفني كون ان نوقف يوقفوني غير مع واحد ثلاثه ولا اربعه الناس ويدخلوا دوك الشهود يقولوا ما فينا هو هذا اللي ضربوا. يعني انا متاكد ما كان غادي ما غاديش يعرفوا شكون، يعني كل واحد غيقول راه هذا لا هذا لا هذا. المهم حالف المهم في الاخر تحكمت المحكمه من بعد ما تجزنا وداك الشيء، وخدا فلوس يعني باش دار تنازل، حكمت عليا انا بالسجن شهر هو ماشي مده طويله صراحه، يعني داز باش ما عطى الله وخرج ما خدات حتى شي حاجه وما تابعش، لدرجه حتى داك الشكايه اللي دارتها سهيله ما تخداتش نهائيا بعين الاعتبار من المحكمه. المهم لقيت انا فاش خرجت يعني صافي، يعني قلت ماشي مشكل نبداو عاوتاني حياتنا، ما غاديش توقف على شهر ديال الحبس. ولكن المشكله اخويا هو ان لقينا مشاكل بزاف من بعد، يعني فيما كنقدم شي طالب لشي خدمه ولا شي حاجه كنلقى داك المشكل تاع لافيش، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، لافيش ولات دابا واحد الحاجه ضروريه، خاصه ان كتلقى كتشوف الشركات اولا لوزينات اولا اي حاجه بغيتي تمشي ليها كيكون شاده واحد البيرو دو ريكروتمون يعني بوحدو، يعني بلا ما نعطي الاسماء كاينين هذيك داكشي تسمى داك يعني ديال العمل المؤقت، هذوك ضروري تيطلبوا لك هاد واحد الوثائق خاصك تجيبهم، واحد لي زاناليز تحليلات كديرهم باش كتجيبهم لهم عاد باش كتقدروا تصيفطوك للشركه اللي غادي تخدم. يعني ديما كنلقى داك العائق، عندي طريطات، عندي جوج طريطات، وحده تنخلص فيها 600 درهم وحده تنخلص فيها 1200 درهم ديال الدار. قلنا يعني صافي ماشي مشكل ديبانيو باش ما عطى الله تدوز 3 سنين، لان من بعد 3 سنين عاد تقدر دير طلب ديال رد الاعتبار ويحيدوا داك الوسخ اللي في لافيش. ما عليناش، منين بدينا كنحاولوا نشوفوا شنو نديروا، هذه كنا درنا واحد الفيديو مع اشواق وكانوا اتصلوا بينا صراحه شي ناس تيقول لك يعني جي للعيون هذه راه نلقاو لك خدمه، جي لهنا، ما كانش ساهل ان غادي نخلي العائله ديالتي وغادي نديبلاصا، ما عارفش واحد الحاجه مجهوله وما عندكش حتى المصاريف ديال ان باش تمشي عاوتاني بلاصه اخرى وتونكاجا، دونك ما جابش الله ما خدمتش مع شي واحد. دابا ما كذبش عليك كل مره شنو تندير، راه مره تنبيع سكاير فوق دخلت العام، مؤخرا دابا كنجيب كارطونات صغار ديال سبرديلات ديال الشينوا كنعاود فيهم البيع، غا كنديبان يعني الناس اللي ساكنين في مناطق تاع بوسكور في منطقه بوسكور راه قدروا يشوفوني في السوق الاسبوعي نهار الحد، كنكون تشم بعض المرات كنبيع في الجوطيه ديال بوسكور اللي حدا الجندارم، يعني غير ضاير مع الوقت يلاه داك الشيء ما كي بعض المرات ما تيكفيش الارباح ديالو حتى باش تخلص غير الطريطات اللي عندك. دونك حنا ماشي تنقولوا هادشي بغينا الناس يصيفطوا لينا فلوس ولا يعاونونا ماديا ولا شي حاجه، لا ماشي حتى الخدمه
انا عارف راسي شي غيسالي هذا المشكل تاع دوز 3 سنين ويتقاد لي هذاك المشكل تاع لافيش، راه غادي نخدم غنولي كايوها بحالي بحال اي مواطن عادي، غادي ندفع لونتروتيان غادي ندوز غنتقبل، لاني عارف راه مؤخرا ما كاينش 20 يوم دز في اونتروتيان ديال شيفور، وغادي يعني بالناس اللي تنعرفهم اللي صيفطوني عنده. وطرفت على قبل ديك القضيه تاع لافيش، قال لي رد العشيبار، رد العشيبار هو هو داك الوسخ اللي تيكون عندك اللي كيكون عندك في لافيش انتروبوميتريك، كتقدر كيعطيك القانون واحد المده ديال 3 سنين باش كتقدر دير داك الطلب ديال رد الاعتبار، كتجمع واحد الوثائق كتدفعهم للمحكمه، والمحكمه كتاخذ واحد شويه الوقت شهر او شهرين او 3 شهور باش كدير عليك واحد البحث، كتشوف السيره ديالتك واش مزيانه وكيحيدوا لك داك الوسخ، تيبقى محسوب عند البوليس ولكن السيره ديالك كتخرج فيها لا شيء، باش انت كتولي كاي مواطن تقدر تدفع العمل، ما كيبقاش عندك المشكل اولا فيزا باش برا اولا، المهم تتولي كاي مواطن. الاشكال اللي عندي انا اللي كثر وكثر هو فاش غنبغي انا نبغي ندير هذا الطلب هذا، غادي نلقى واحد العراقيل، لان في حكم ديال الاستئناف داروا لي واحد الخطا، داروا لي بان راه توقفت على اثر الشكايه، تعرض شكايه ادلت بها سهيله، مفادها انها تعرضت للضرب والجرح من طرف انا، يعني من طرفي انا وهددتها بسلاح ابيض، يعني الوقائع تقلبوا، داك الشيء اللي دار الاخر داروه لي انا في الاستئناف، مع ان عند الجندار ما كاينش هذا الشيء، حكم ابتدائي ما كاينش هذا الشيء، جا حتى حكم الاستئناف وتخربق. حنا درنا طلب، درنا واحد المحامي الله يجزاها بخير تكلفت لنا بهذا الطلب ودفعت لنا طلب ديال تصحيح خطا مادي، ولكن ترفض من المحكمه، ترفض بواحد التعليل صراحه اللي ما انا بالنسبه لي ما يعني بحال شي يقول لي دبر راسك. التعليل كان هو بما انك يعني تحكمتي غير على الضرب والجرح والعادي، راه ما كاينش خطا، يعني ما همهمش داكشي اللي ترتب عليه من بعد. السلاح ابيض دابا ما خصوش يكون، انا ما ضاربش السلاح ابيض، علاش يكون عندي؟ واش فهمتي؟ يعني هذه واحد الحاجه ما خصش بنادم يسكت عليها، حيت حتى الا درت الطلب ملي غادي يجي داك القاضي اللي غادي يشوف داك الطلب غادي يبدا يراجع، غيلقى بين الوقائع كلها مرونه، غيقول لي هذا الشيء وقيلا خصو يتعاود من الاول، يعني فهمتي؟ هذا بحد ذاته راه مشكل، راه ماشي عادي. درنا كاع داكشي اللي تقدر اللي يقدر اي واحد زعما يوقف على حقه يديرو، درناه. شي محاميه فاش ملي كتوصل انك دير لك طلب ومتاكده 100% بان غيتحل المشكل وكيترفض، وكتقول لك بالله غنشوفوا جهه اخرى، نشوفوا شي جهه اخرى، ما بقاش شي جهه من غير المحكمه اللي غتحل هذا المشكل، شنو نبداو نقلبوا على حنا على الوسيطه وعلى المعارف وعلى هذه المسائل. السلام عليكم، معكم سهيله الزوج ديال مفيد. كيف ما عرفتونا في المنابر الاعلاميه اللي دزنا فيها كاملين ومع اشواقع، عارفين المشكل اللي عندنا والمشكل اللي عند مفيد، يعني اللي ترتب عليه السجن ديالو وهذا. اليوم احنا جينا عندكم ولكن ما جيناش نقولوا لكم صيفطوا لينا ولا عطيونا ولا بغينا، احنا حتى واحد ما يصيفط لينا وحتى واحد ما بغينا منه زعما ماديا ولا شي حاجه، احنا حاجه وحده اللي بغينا هاد السيد تقاد ليه لافيش ديالو، لان احنا كنحسوا بالظلم، كنحسوا بالظلم وبالحقره بزاف من هاد الناحيه. تقاد ليه لافيش ديالو، ويعني واش غنقول لك، الخطا اللي دارت المحكمه تحاول زعما تعيد النظر فيه، لان احنا درنا محاولات، درنا جهدنا، جو عندنا جمعيات، جو عندنا حتى شي واحد ما وقف معنا بهذا العباره، كيف ما كنقولوا جمعيات جاو، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، حتى واحد ما وقف معنا باش نكونوا صريحين، ما عدا جمعيه وحده اللي هي غولي ياك غولي بريزون، هي اللي مكلفه بولدي بالمدرسه، هاد الشيء اللي كاين. اما الجمعيات الاخرين جاوا وصوروا وما خلاو ما داروا، حتى شي واحد ما وقف معنا. الناس كنقولوا لهم شكرا للاتصالات ديالكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا لكل شيء. حنا يعني اليوم ما جيناش باش نقولوا لكم بغينا، واللي كيقول لك زعما للناس اللي غيقول لك لا وهذا والفتوه بارده لا كتاف وقداش يمشي يخدم، السيد قاد يخدم، السيد قاد يخدم، باغي يخدم، ولكن فين؟ وريوني نتوما شي طريق. لا كون كنتي، كاين اللي كيقول كون كنتي ماشي كيدخلوا معاك في شي حوايج، يعني اش غنقول لك؟ ما عارفينش الظروف تاع الواقعه كيفاش طرات، ما عارفينش بزاف الحوايج. الناس الله يهدا غير كتجي وكتهضر، وحنا راه ما طالبين من حتى شي واحد شي حاجه، طالبين هذا السيد باغي يخدم، قاد يخدم، ولكن فرص الشغل ملي كيمشي كيدوز لي زونتروتيان، كيدي التحاليل، كيدي كل شيء، كيوصل لافيش تيقول لي ضارب بالسلاح الابيض، تيبغي يبرر للناس بان ولا راه ما ضاربش، كيدي الوراق وكل شيء يقول لا ضارب بالسلاح الابيض، مادام مكتوبه الا وكاينه. هذا الشيء اللي كاين،
ودرنا قناة في اليوتيوب، يعني هذا هو الدعم الوحيد اللي عندنا، الطلب يعني الوحيد اللي كنطلبوكم والرجاء الوحيد اللي عندنا لكم هو زعما غير دخلوا عندنا لاشين وساندونا و سميت القناة سهيلة ومفيد وبالفرنسي سهيلة اي مفيد فلوغ افيك اس، وشكرا لكم والله يسر لكم اموركم وعافاكم. ما تنساوناش دخلوا لاشين، هذيك يعني هذيك لاشين دابا ولات هي اللي بغينا نحلوا منها بواحد الباب الرزق لوليداتنا، لان ما نكذبش عليكم راه يد وحده ما كتصفقش كيف ما كنقولوا، وهذيك لاشين كنتمناو منها بزاف القدام وكنتمنى منكم انكم تدعمونا في هذه لاشين وشكرا لكم بزاف. صراحه كنا قرينا لي كومونتير ديالكم في سميتو في الفيديو الاول اللي كنا درنا معاكم اللي كنا درنا في اشواق، صراحه الناس بزاف كانوا يقولوا لنا ديروا قناه حنا نوقفوا معاكم، ديروا قناه حنا نوقفوا معاكم. حنا صراحه ما درناش في راسنا ديك الساعه، يعني كنقولوا راه المشكل غادي تحل الامور غتزيد مزيان، يعني ما كاينلاش لا قناه لا حتى شي حاجه. حنا اليوم من بعد ما يعني شفنا جربنا وعرفنا ولقينا راسنا باقي يعني بحال كتضرب في بلاصتك، يعني ما كتزيدش لقدام باقي كتضرب في بلاصتك، كانت هذيك هي اخر فكره اللي صراحه اللي دابا يعني ركزنا عليها، وهذه اللي كانت هي الغرض من هذا اللقاء اللي غادي تشوفونا فيه اليوم، هو اننا بغينا نطلبوكم انكم تدخلوا القناه. حنا القناه اللي طلبتونا ان نديروها راه حنا درناها، كنتمنوا منكم صراحه كان مع المغاربه معروفين بهذيك بالطيبوبه اللي عندهم، كيبغيو يديروا الخير، واخا الناس كاين اللي كيبغي يدير خير وما قادش، هذه فرصه انه يقدر يدير خير، يعني ما كتكلفش شي حاجه، يعني الانسان اللي دخل عندك القناه ديالك ولا تابونا ما غاديش تكلفك شي حاجه. كاين بزاف د الحوايج اخرين اللي بغينا نهضروا عليهم صراحه، وخصصنا نخليو شي تنديروا عليها فيديوهات في القناه ديالنا، بغينا نعاودوا لكم بزاف تاع الحوايج اللي طراو اللي خلف الكواليس، شي حوايج اللي وقعوا في هذه المده كامله من نهار شفتونا في اول فيديو حتى لدابا، كاين بزاف د الحوايج بغينا نحكيوها، ما غاديش نقدروا نعاودوا لكم كل شيء في يعني في لقاء، يعني ما غاديش نقدروا نديروا في فيديو واحد المده اللي طويله، بغينا ان شاء الله تدخلوا عندنا ان شاء الله، غادي يكونوا ان شاء الله فيديوهات نوصلوا لكم بزاف الامور، وشكرا الله يجازيكم بخير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.